بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 47. أهله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: مسألة ولا ينعقد إلا بشاهدين من المسلمين، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. رواه أبو بكر بن خلال وابن بطة بإسنادهما، وروى الدارقطني عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بد في النكاح من أربعة: الولي والزوج والشاهدان، ولأنه يتعلق به حق لغير المتعاقدين وهو الولد، فاشترط فيه الشهادة لئلا يتجاهدا ويضيع نسبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه. عقد النكاح اشترط لصحته شروط. الشرط الأول أن يكون بشاهدين عدلين يحضران العقد، لأنه عقد من جملة العقود فيحتاج إلى شاهدين، بل إنه عقد له خاصية لأنه يتعلق به إعلان النكاح ويتعلق به حق الأولاد ونسبتهم إلى أبيهم، فاشترط لصحته حضور شاهدين عدلين يشهدان عليه من أجل إثباته ونفي السرية عنه لئلا يقال إن علاقة الرجل بالمرأة علاقة محرمة، فلانتفاء التهمة لا بد أن يحضره شاهدان، فلو حصل اختلاف بعد ذلك أو اتهام فإن الشاهدين ينفيان عن هذا العقد كل شبهة. وللحديث الذي سمعتم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فلو عقد بدون شاهدين اقتصر على الزوج والولي ولم يحضره شاهدان فإنه عقد فاسد، لا بد من إعادته بشاهدين. نعم. وتشترط الشهود شروط، منها العدالة لقوله عليه السلام: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. اشترط في الشهود الشاهدين أن يكونا عدلين، يعني أن يكونا غير فاسقين، أن يكونا عدلين مسلمين عدلين، فلا يتصح شهادة الكفار عليه ولا شهادة المسلم الفاسق الذي ليس له عدالة بأن يكون من مرتكبي الكبائر كشرب الخمر أو السرقة أو الزنا أو أن يكون قاذفاً، فلا تصح شهادته. نعم. ومنها أن يكون ذكرين، لما روى أبو عبودة في كتاب الأموال عن الزهري أنه قال: مرت السنة ألا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق. ومنها المشترط في الشاهدين أيضاً أن يكون ذكرين، فلا تصح شهادة النساء على عقد النكاح، لأن شهادة النساء إنما تصح في المال أو ما يقصد به المال، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى قوله: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى.
هذا في عقد البيع في الأموال. أما غير عقد البيع فلا تقبل فيه شهادة النساء كإثبات الحدود وإثبات النكاح وإثبات النسب غير ذلك، لا بد من أن يكون الشهود رجالا. نعم. ومنها البلوغ لأن الصبي لا شهادة له. الشرط الثالث في الشاهد على عقد النكاح أن يكون بالغا، فلا تقبل شهادة الصبيان. لو كان دون البلوغ لم تقبل شهادته. نعم. ومنها العقل لأن المجنون والطفل ليس من أهل الشهادة. الشرط الرابع في الشاهد على عقد النكاح أن يكون عاقلا، يخرج شهادة المجنون والمعتوه ومن زال عقله لأنه غير مكلف ولا يضبط الأمور. نعم. مسألة: وأولى الناس بتزويج المرأة الحرة أبوها لأنه أشفق عصباتها. ومن شاء ومن شروط صحة النكاح أن يكون أن يتولاه ولي المرأة، من شروطه الولي، فلا يجوز للمرأة أن تعقد على نفسها، هذا سبق، هذا تقدم، لا يجوز للنساء أن تزوج أنفسها، بل لا بد أن يزوجها وليها، لقوله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم، هذا خطاب للرجال، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، هذا خطاب للأولياء، ولحديث لا الحديث الذي سمعتم: لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ولأن الولي يضبط العقد، أما لو زوجت المرأة نفسها فهي لا تعرف مصالحها، فربما تتزوج من لا يصلح لها، من لا يصلح لها دينا ولا خلقا، لأن المرأة عندها عاطفة، فربما تعجب ببعض الأشخاص فتتزوجه وهو لا يصلح لها دينا ولا خلقا، ويجر على قبيلتها وعلى أسرتها، يجر عليهم شرا. وقد وقع من هذا وقائع كثيرة، أن بعض الفتيات تعجب ببعض الشباب فتتزوجه بدون ولي، ويكون هذا الزوج لا يصلح لها، بل قد وقع أن بعض الفتيات تزوجت من كافر، من نصراني، من وثني، بمجرد أنه أعجبها تعلقت رغبتها به وتزوجته، فأوجدت مشاكل معها ومع أسرتها. فلا بد أن يتولى عقد النكاح ولي رشيد ينظر في مصالح المرأة ويختار لها الكفء المناسب. ومن شروط عقد النكاح أيضا تراضي بين الزوجين، بأن يرضى كل منهما الآخر، فترضى المرأة بالرجل ويرضى الرجل بالمرأة، فلا يصح الإكراه، لا يصح الإكراه على عقد النكاح، أن يزوج بمن لا يرغبها أو تزوج هي بمن لا ترغبه، هذا لا يجوز، إلا ما استثني من زواج الصغيرة، من زواج الصغيرة التي هي دون البلوغ، أو الكبيرة البالغة التي البكر، فإن البكر على المذهب لا يشترط رضاها، لأنها لا تعرف مصالحها، لأنها لا تعرف مصالحها لا يشترط رضاها، والصحيح أنها يشترط رضاها إذا كانت بالغة، أما إذا كانت صبية فلا يشترط، لأنها ليس لها رضا وهي صغيرة، ولأن أبا بكر زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي طفلة صغيرة تلعب مع الفتيات الصغار، زوجها، فإذا كانت طفلة لم تبلغ ورأى وليها المصلحة لها
فلا بأس أن يزوجها بمن يصلح لها. أما إذا كانت بالغة فلا بد من رضاها، بكرا كانت أو ثيبا، على الصحيح. نعم. مسألة: وأولى الناس بتزويج المرأة الحرة أبوها، لأنه أشفق عصباتها ويلي مالها ويلي مالها عند تمام رشدها. ومن شروط صحة عقد النكاح تعيين الزوجين، بأن يقول زوجتك ابنتي فلانة، أو يقول زوجتك ابنتي هذه الحاضرة، فلا بد من تعيين الزوجين. فلا يقول زوجتك ابنتي وله عدة بنات، لا بد أن يقول فلانة أو هذه الحاضرة. وكذلك يقول لا بد من أن يكون أن يعين الزوج أيضا فلان بن فلان، إذا لم يكن هو الحاضر، بأن عقد له أبوه أو وليه إن كان صغيرا أو غائبا وتولى العقد بدله وكيله أو وليه، فلا بد أن يعينه، يقول ابني فلان أو موكلي فلان ابن فلان. فهذه شروط صحة عقد النكاح: أولا الولي، ثانيا الشهود، ثالثا الرضا بين الزوجين، رابعا تعيين الزوجين في العقد حتى يزول الإبهام والالتباس. نعم. ثم أبوه عن علاء. نعم، أعد. مسألة: وأولى الناس بتزويج المرأة الحرة أبوها، لأنه نعم الولي. من هو الولي؟ ولي المرأة الذي يتولى عقد النكاح من هو؟ هذا المطلوب، الذي يتولى عقد نكاح المرأة هو أبوها. أول الأولياء بالمرتبة الأولى أبوها، ثم من بعده الأقرب من عصبتها، بعد الأب الأقرب فالأقرب من عصبتها ابنها، ثم أخوها الشقيق أخوها لأب، ثم عمها، ثم ابن عمها الشقيق أو عم لأب. أما الأخ لأم فإنه ليس وليا للمرأة، لأنه من ذوي الأرحام، أخوها من أمها لا يتولى عقدها لأنه ليس من العصبة وإنما هو من ذوي الأرحام. فإذا لم يكن لها ولي وليس لها عصبة، فإن الذي يتولى العقد هو الحاكم، تولى عقدها الحاكم، لأن الحاكم ولي من لا ولي له. نعم. وأولى الناس بتزويج المرأة الحرة أبوها، لأنه أشفق عصباتها ويلي ما لها عند تمام رشدها. ثم أبوه وإن علا، لأنه أب الجد، يعني من بعد الأب الجد، وإن علا أبي الأب أو أبي الأب أو أبي الجد، لأنه أب، لأنه أب، فيتولى عقد حفيدته إذا لم يوجد من آبائها من هو أقرب منه. فإذا فقد الآباء والأجداد انتقلت إلى الأبناء، انتقلت إلى الأبناء، أبناء المرأة أو أبناء أبنائها مهما نزلوا، ثم تنتقل بعدهم إلى الإخوة. نعم. ثم إلى الأعمام وبنيهم. نعم. ثم ابنها، ثم ابنه وإن نزل. ابنها، ابن المرأة المزوج يتولى عقده، يعقد لأمه على زوج، لأنه عاصب. نعم. لأنه عدل من عصباتها فيلي نكاحها كأبيها. نعم. وقدم على سائر العصبات، لأنه أقربهم نسباً وأخوهم تعصيباً، فقدم كالأب. ترتيبهم كترتيب العصبات تماماً. نعم. ثم أخوها لأبويها، ثم لأبيها، ثم بعد البنوة أخوها لأبويها الشقيق، يعني فإن لم يوجد شقيق فأخوها لأب، ثم بعد الإخوة بنوهم، ابن الأخ الشقيق يزوج عمته، ابن الأخ لأب يزوج عمته وإن نزل. نعم.
لأن الأخ من الأبوين مقدم على الأخ من الأب في الميراث فكذلك في الولاية. نعم. وعنه يقدم الابن على الجد لأنه أقوى تعصيبا منه. وعنه التسوية بين الأخ والجد لاستوائهما في الإرث بالتعصيب. نعم. وعنه يقدم الأخ على الجد لأنه يجلي ببنوة الأب والبنوة أقوى. والمذهب الأول لأن الجد له التقدم إيلادا وتعصيبا فقدم عليه كالأب. هذا هو الصحيح. نعم. ثم بنو الأخ وإن بدلوا ثم العم ثم ابنه. ثم بعد الأخ الشقيق والأخ لأب بنوهما وإن نزلوا يزوجون عماتهم الشقيقات أو لأب، ثم من بعدهم الأعمام أخوة الأب لأنهم عصبة، العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب، وإن نزل يزوج بنت عمه لأنه عصبة. أما العم لأم فليس له دور في عقد النكاح لأنه من ذوي الأرحام. نعم. ثم الأقرب فالأقرب من العصبات على ترتيب الميراث. نعم. لأن الولاية لدفع العار عن النسب والنسب بالعصبات. نعم. قدم الأقرب فالأقرب لأنه أقوى فقدم تقديمه في الإرث، ولأنه أشقى فيقدم كالأب. نعم. ثم السلطان لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. ثم بعد العصبة إذا انقرضوا ولم يوجد لها عاصب فإنه يزوجها السلطان أو نائبه، السلطان أو نائبه من القاضي أو الأمير. نعم. مسألة ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه وإن كان حاضرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أبا رافع في تزويج ميمونة وعمر بن أمية في تزويجه أم حبيبة ولأنه عقد معاوضة فجاز التوكيل فيه كالبيع. يجوز للولي أن يوكل من يعقد على موليته بدلا عنه ولو كان حاضرا في البلد، وإن كان غائبا هو من باب أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عقد له على بعض زوجاته بالوكالة. نعم. مسألة ولا يصح تزويج الأبعد مع وجود أقرب منه لأنه نكاح لم تثبت أحكامه من الطلاق والخلع. لابد من الترتيب في الولاية، لابد من الترتيب في الولاية على النمط الذي سبق، فلو أخل بالترتيب لم يصح العقد. لو زوج الابن مع وجود الأب ما صح العقد، لو زوج الأخ الشقيق مع وجود الابن ما صح العقد، لو زوج الأخ لأب مع وجود الأخ الشقيق ما صح العقد. لابد من الترتيب، إلا في مسألة إذا عضل الأقرب فإنها تنتقل الولاية إلى من بعده. إذا عضل يعني أبى أن يزوجها بكفء يصلح لها، إذا أبى أن يزوجها بكفء يصلح لها وقد رضيته فإن الولاية تنتقل عنه إلى من بعده. فلو فرضنا أن الأب أبى أن يزوجها والزوج صالح لها وهي تريده فإنه يزوجها ابنها، ولو عضل الابن فإنه يزوجها أخوها، ولو عضل الشقيق يزوج الأخ لأب، تنتقل الولاية إلى من بعده. لكن لا بد من مراجعة الحاكم في هذا من أجل نقل الولاية، من أجل نقل الولاية يثبت أنه عاضل أو أنه لا يصلح للولاية فتنتقل إلى من بعده. نعم. بإذن الحاكم يعني القاضي. نعم. لأنه نكاح لم تثبت أحكامه من الطلاق والخلع والتوارث فلم ينعقد كنكاح المتعة كنكاح المعتدة، وعنه أنه موقوف على إجازة من له الإذن، فإن أجازه جاز وإلا بطل لما ذكرناه في تصرف الفضول في البيع. يعني لو عقد الأبعد مع وجود الأقرب فهل العقد يكون باطلا أو يكون صحيحا موقوفا على إذن الأقرب؟ على روايتين، الرواية الأولى أنه باطل لأنه تولاه غير ولي،
لأنه ما بعد جاء دور ولايته. والرواية الثانية أنه عقد صحيح لأنه تولاه عاصب لكن يوقف على إجازة الأقرب، إذا أجازه صح لأن الحق له، فإذا أجازه فلا بأس. نعم. ولما روى ابن ماجه أن جارية بكرة أذت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. وقال حديث مرسل، رواه الياس عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكره ابن عباس. نعم، فتاة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له أن أباها زوجها بمن لا تريده. النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها الخيار، فدل على صحة العقد ولكن يوقف على الإجازة، فإذا أجازه من له الحق صح العقد. هذا دليل للرواية الثانية. نعم. مسألة، إلا أن يكون صبيا أو زائل العقل أو مخالفا لدينها أو عاقلا لها أو غائبا غيبة. يعني متى تسقط الولاية؟ متى تسقط الولاية؟ تسقط بأحد هذه الأمور: العضل وهو الامتناع من التزويج، أو زوال العقل، زوال عقل الولي، أو فساد دينه. نعم، أعدها. مسألة، إلا أن يكون صبيا، إلا أن يكون الولي الذي انتقلت عنه الولاية صبيا، يعني صغير لم يبلغ. الصبي ليس له ولاية، لو كان ابنها صغير ليس له ولاية حتى يبلغ. أو أخوها الشقيق صغير ولها أخ من أب كبير، فإن الولي يكون الأخ لأب لأن الشقيق لم يبلغ، وهكذا. هذه واحدة. نعم. أو زائل العقل، أو زائل العقل أصيب بخلل في عقله، فإنه تنتقل الولاية إلى من بعده لأنه لا يحسن العقد والاختيار. نعم. أو مخالفا لدينها، أو مخالفا لدينها بأن كانت هي مسلمة وهو كافر ليس له عليها ولاية، أو كانت هي كتابية ووليها وثني ليس له عليها ولاية لاختلاف الدين بينهما، واختلاف الدين يمنع المناصرة والإرث، فكذلك يمنع الولاية. نعم. أو عاضلاً لها. المانع الثالث أن يكون عاضلاً لها، يعني يكون ممتنعاً من العقد لها على من يصلح لها، هذا هو العاضل. العاضل هو الذي يمنع موليته من الزواج من كفء رضيته، من يمنع موليته من الزواج من كفء رضيته هذا عاضل، تسقط ولايته تنتقل إلى من بعده دفعا للضرر عنها. نعم. أو غائبا غيبة بعيدة، أو كان غائبا غيبة بعيدة لا يمكن حضوره ولا مراسلته، فإنه تنتقل الولاية إلى من بعده. فرضنا أن أباها غائب غيبة منقطعة، فإن الولاية تنتقل إلى الإبن، أو العكس، الإبن غائب غيبة بعيدة تنتقل إلى الأخ، وهكذا دفعا للضرر عنها. نعم. أما إذا كانت غيبته قريبة ويمكن مراسلته ومفاهمته فلا بد من مراجعته، إما أن يحضر وإما أن يوكل. نعم. يعني إن كان القريب على صفة من هذه الصفات زوج البعيد. نعم. أما الصبي فلا تصح ولايته لأن الولاية يعتبر لها كمال الحال لأنها تفيد التصرف في حق الغير فاعتبرت نظرا له، والصبي مولى عليه فهو كالمرأة. الصبي لا يعقد النكاح لأنه ليس من أهل الولاية، ولأنه متولى عليه يحتاج إلى ولي، فلا يكون وليا على غيره. نعم، هو يحتاج إلى ولي، فكيف يكون وليا على غيره؟ نعم.
وعنه لا يشترط البلوغ في الولي. قال الإمام أحمد: إذا بلغ عشرة زوج وتزوج وطلع. ووجهه أنه يصح بيعه ووصيته فتثبت ولايته كالبالغ. هذا الرواية الثانية، أنه لا يشترط في الولي أن يكون بالغا، فلو زوج وهو دون البلوغ صح، لأنه لو باع وشراء صح بيعه وشراؤه. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، ابتلوهم يعني قبل البلوغ، ابتلوهم يعني قبل البلوغ بأن تولوهم البيع والشراء لتروا هل هم يصلحون أو لا. وكذلك يروى أن عمرو بن أبي سلمة عقد لأمه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر بن أبي سلمة عقد لأمه أم سلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن صح هذا فهو فصل في المسألة. نعم. وأما المجنون فليس من أهل الولاية، وهو أيضا مولى عليه فلا يكون وليا كالطفل. نعم. وأما المخالف لدينها فإن كانت مسلمة وهو كافر فلا ولاية له عليها، لقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم. لقوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فدلت الآية على عدم ولاية الكافر على المؤمن، المؤمنون بعضهم أولياء بعض. نعم. وإن كانت كافرة وهو مسلم فلا ولاية له عليها، لقوله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا سيد الأمة فإنه يلي نكاحها لكونه مالكها أولي سيدها إذا كان سيدها صغيرا وفي تزويجها مصلحة. الأمة الكافرة يعني مملوكة كافرة لمسلم، يجوز لسيدها المسلم أن يزوجها بقوة الملك لأنها من جملة ممتلكاته. نعم. أو السلطان فإنه يزوجها لأنه يقوم مقامها. نعم. وأما إذا عرضها القريب جاز للبعيد تزويجها لأنه تعذر التزويج من جهة الأقرب فوليها الأبعد كما لو فسر. نعم. وعنه يزوج الحاكم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. يعني اذا عضل الولي الاقرب فان الولايه تنتقل الى من بعده في الدرجه، وقيل تنتقل للسلطان لقوله صلى الله عليه وسلم: فان اشتجروا يعني تنازعوا فالسلطان ولي من لا ولي له، ولان السلطان يقطع النزاع. نعم. والاول اولى، أنها تنتقل إلى من بعده من الأولياء. نعم. والحديث دليل على أن السلطان يزوج من لا ولي لها وهذه لها ولي. نعم. وإن غاب القريب غيبة بعيدة زوج الأبعد لما ذكرناه. نعم. والغيبة البعيدة ما لا يقطع إلا بكلفة ومشقة في المنصوص والمرض في المنصوص. والمرجع في هذا إلى العرف وما جرت المعرفة بالانتظار فيه والمراجعة لصاحبه لعدم التحديد فيه من الشارع. هذا يعني الغيبة البعيدة يرجع فيها إلى العرف، هي التي لا تقطع إلا بكلفة لبعد المسافة، لكن الآن وجود وسائل النقل السريعة تسهلت الأمور وصارت اختصرت المسافات والاتصالات، تغير الوقت الآن، فإذا وجدت هذه الوسائل تغير الحكم وأصبح البعيد قريبا الآن، يمكن السفر إليه، يمكن مراجعته بسهولة. نعم. وقال أبو الخطاب: يحتمل أن يحدها بما تقصر فيه الصلاة، لأن الإمام أحمد قال: إذا كان الأب بعيد السفر يزوج الأخ، والسفر البعيد في الشرق ما علق عليه رخص السفر. هذا زال الآن لوجود التقارب الوسائل
نعم، لكن لو فرض أن تعطلت هذه الوسائل وعادت الأمور وله بعيد هذا والله أعلم، يحصل شيء من تعطل الوسائل وتعود الأمور كما كانت من قبل. نعم. مسألة: ولا ولاية لأحد على مخالفة ولا ولاية لأحد على مخالفة لدينه إلا المسلم إذا كان سلطان أو سيد أمر لما سبق. هذا سبق إنه مع اختلاف الدين لا ولاية، ولكن في مسألتين: مسألة السلطان لعموم ولايته ولو كان مخالفا للدين، ومسألة السيد وهو المالك ولو كان مخالفا للدين لقوة ملكه. نعم. مسألة: وللأب تزويج أولاده الصغار ذكورهم وإناثهم، أما الذكور فلما روي عن عمر. للأب تزويج أولاده الصغار الذين لم يبلغوا ذكورا أو إناثا، لأنه أدرى بمصالحهم ولأنهم لا يعرفون مصالحهم، فله أن يزوجهم بدون رضاهم، لأنه لا اعتبار لرضاهم وامتناعهم لأنهم صغار. وكما سمعتم من أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي صغيرة تلعب مع الجواري، دل على أن للأب أن يزوج موليته الصغيرة إذا رأى المصلحة في تزويجها، أو ابنه الصغير إذا رأى المصلحة في تزويجه. أما غير الأب فلا يزوج الصغير، أخوه أو ابن أخيه أو عمه، أو لا يزوج الصغير، إنما هذا خاص بالأب فقط. نعم. أما الذكور فلما روي عن عمر أنه زوج ابنه وهو صغير فاقتصروا إلى زيد فأجازه جميعا. نعم. رواه الأكرم. ولأنه يتصرف بماله بغير تولية فملك تزويجه بابنته الصغيرة لكمال شفقة الأب وكونه غير متهم في حق ولده. نعم. وسواء كان عاقلا أو معتوها. نعم. لأنه إذا ملك تزويج العاقل فالمعتوه أولى. نعم. وأما تزويجه للإناث فإن للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر بغير خلاف، لأن الله سبحانه قال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، فجعل اللائي لم يحضن عدة 3 أشهر، ولا تكون العدة 3 أشهر إلا من طلاق في نكاح، فدل على أنها تزوج وتطلق. شوف الاستنباط من الآية، يقول لقوله تعالى: واللائي لم يحضن، يعني فعدتهن 3 أشهر. العدة منين تكون؟ لا تكون إلا من طلاق، فدل على أنها قد زوجت وهي صغيرة، فدلت الآية على جواز تزويج الصغار. نعم. ولا إذن لها فتعتبر. نعم. وزوج أبو بكر عائشة رضي الله عنها بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي 6 ولم يستأذنها، متفق عليه. نعم، هذا واضح. نعم. وروى الأكرم أن قدامة بن مرعون تزوج ابنة الزبير حين نكست فقيل له، فقال ابنة الزبير: إن مت ولدتني وإن عشت كانت امرأتي. نعم. فأما البكر البالغ ففيها روايتان، أحدهما البكر البالغ فيها روايتان في المذهب. الرواية الأولى أن لأبيها أن يجبرها ولو لم ترضى ويزوجها بالكفء الذي يراه صالحا لها، والرواية الثانية أنه لا بد من رضاها، لا بد من رضاها، وهذه هي الصحيحة الراجحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب تستأمر والبكر تستأذن وإذنها صماتها، فلا بد من استئذانها
لأخذ رضاها، فإن رفضت لم يجبرها ما دامت أنها قد بلغت وهي عاقلة، فلها حق الاختيار في نفسها، هذا هو الصحيح. نعم. نعم. أما البكر البالغ ففيها روايتان، إحداهما له إجبارها، لما روى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيمن أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها صماتها. وإثباته الحق للأيم على الخصوص يدل على نفيه عن البكر. والرواية الأخرى لا يجوز تزويجها إلا بإذنها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن. قيل: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. متفق عليه. نعم، الحديث يدل على لا بد من رضاها، ولكنها تستحي، البكر تستحي، فلا تقول نعم أريد الزواج، يغلب عليها الحياء، فالعلامة على رضاها أن تسكت، لأنها لو كانت لا تريد لتكلمت وقالت لا، وكونها سكتت دليل على رغبتها، ولكن الحياء منعها من قول نعم. نعم. وعنه لا يجوز تزويج ابنة تسع إلا بإذنها، لقوله عليه السلام: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها. ولأن بنت تسع قد تبلغ، بنت تسع قد تحيض تبلغ، فهي مظنة البلوغ فيؤخذ إذنها. نعم. واليتيمة من لم تبلغ وقد جعل لها إذنا. نعم. وقد انتفى الإذن في حق من لم تبلغ تسعا بالاتفاق، فيجب العمل به في حق بنت تسع، لأن عائشة قالت: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. رواه الإمام أحمد في المسلم. الحاصل أن المرأة إن كانت معتوها ليس لها عقل يصح لوليها أن يزوجها بالإجماع إذا رأى المصلحة في تزويجها، لأنها لا إذن لها. ثانيا، إذا كانت دون تسع فلوليها أن يزوجها أيضا بالإجماع، ولا ينتظر حتى تكبر ويأخذ إذنها، هذا بالإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت ست. أما من بلغت تسع فما فوق فهذه محل الخلاف، هل يشترط إذنها أو لوليها أبوها، يعني لوليها الذي هو الأب خاصة أن يزوجها ولو لم يستأذنها، هذا محل الخلاف على قولين. نعم. لأن عائشة قالت: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. رواه الإمام أحمد في المسند، ومعناه في حكم المرأة في الإذن والأحكام. نعم. وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها تصلح بذلك للنكاح وتحتاج إليه فأشبهت البالغة. نعم. أما الثيب الصغيرة فهل له تزويجها؟ على وجهين، أحدهما لا يجوز لعموم الأحاديث، والآخر يجوز لأنها ولد صغير أشبهت الغلام. الثيب لا بد من استئذانها بنص الحديث، بنص الحديث، فإن كانت كبيرة هذا محل إجماع، أما إن كانت صغيرة يعني زالت بكارتها وأصبحت ثيبا وهي صغيرة هذه فيها خلاف، والصحيح أنها لا تزوج إلا بإذنها لعموم الحديث، لعموم الحديث في الثيب. نعم. مسألة: ويستحب له استئذان البكر البالغة، لقوله عليه السلام: هذا على الرواية الأولى أن له أن يجبرها، يستحب له أن يستأذنها، وإن كان له أن يجبرها مع هذا يستحب له أن يستأذنها. نعم. لقوله عليه السلام: لا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، فكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. متفق عليه. نعم. مسألة: وليس له تزويج البالغ من بنيه وبناته الثيب إلا بإذنهم. نعم. لعموم قوله: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها صماتها. نعم، هذا محل وفاق. نعم.
فدل على اعتبار ابنها. واما الذكور من بنيه البالغ فليس له تزويجه بغير ابنه لانه ذكر بالغ، فلا يجوز توليه تزويجه بغير ابنه كغير الاب. مساله: وليس لسائر الاولياء تزويج صغير لانه لا ولايه لهم على ماله، فكذلك نكاحه. هذا خاص بالأب، تزويج الصغار خاص بالأب، أما غيره من الأولياء فليس لهم ذلك. نعم. وأما الصغيرة ففيها ثلاث روايات: إحداهن ليس لهم تزويجها بحال، لما روي أن قدامة ابن مبعول زوج ابنة أخيه من عبد الله بن عمر، فرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنها يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها، والصغيرة لا إذن لها. والثانية: لهم تزويجها ولها الخيار إذا بلغت، لما روت عائشة أن جارية بكرا زوجها أبوها رضي كارها، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود وقال حديث مرسل. هذا سبق وفي حق الأب، وهنا الكلام الآن في حق غير الأب، فالحديث إنما هو خاص بالأب. نعم. والثالثة: لهم تزويجها إذا بلغت 9 سنين بإذنها، ولا يجوز قبل ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تستأمر الذكر في نفسها، فإن سكتت فأمرها، وإن أبت فلا جواز عليها، رواه أبو داود. الصواب الرواية الأولى أنه ليس للأب، ليس لغير الأب أن يزوج الصغير ذكرا كان أو أنثى إلا بإذنه إذا بلغ كبر، إنما هذا خاص بالأب لأنه أكمل شفقة من غيره. نعم. مسألة: وليس لهم تزويج كبيرة إلا بإذنها، لقوله عليه السلام: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر. نعم. مسألة: وإذن الثيب الكلام وإذن البكر الصمات، لما روى إذن الثيب أن تجيب بالكلام، تقول نعم أريده وأرغب فيه أو زوجوني منه، فإن سكتت لم يعتبر هذا إذنا. أما البكر فإن إذنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صماتها، لأنها تستحي أن تقول نعم أو أريد الزواج منه أو ما أشبه ذلك، تستحي، يمنعها الحياء. فإذا سكتت هذا دليل على رضاها، لأنها لو كانت لا تريده لقالت لا أريده. نعم. لما روى علي بن الكندي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطيب تعرض عن نفسها، والذكر رضاها سماتها، رواه الأكرم. نعم. ولا فرق بين الثيوبة بوطئ مباح أو محرم لشمول النحو لهما جميعا. نعم. الثيب هي التي زالت بكارتها، هذه الثيب. نعم. مسألة: وليس لولي امرأة، وليس للثيوبة، ولا فرق بين الثيوبة بوطئ مباح أو محرم. نعم. لشمول النحو لهما جميعا، يعني الثيب من زالت بكارتها بوطء، سواء كان هذا الوطء مباحا أو محرما تعتبر ثيب، من زالت بكارتها بوطء ولو كان محرما. نعم. مسألة: وليس لولي امرأة تزويجها بميته بغير رضاها، وهل له تزويجها برضاها بغير كفر؟ فيه روايتان: أحدهما لا يصح، لما روى الدارقطني بإسناده عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح النساء إلا الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء. وقال عمر: لأمنعن خروج ذوي الأحساب إلا من الأكفاء، ولأنه تصرف يتضرر به من تزوجوه. والكفء هو الذي يساويها في دينها وفي نسبها وفي مكانتها
هذا هو الكفر. الدين هذا متفق عليه انه كفاءة، فلا تزوج في انسان لا يصلح في دينه، هذا بالاتفاق. واما قضية النسب او قضية الغنى والفقر او قضية الشرف وما دونه، فهذه مسائل خلافية. الصحيح ان العقد يصح، ولكن يكون تحت الإجازة، يكون تحت الإجازة من بقية الأولياء. إن أجازوه مضى، وإن لم يجيزوه فلهم حق الفسخ لأجل دفع الضرر عنهم. لو زوجت بغير كفر فلهم الخيار، إن شاءوا أجازوه وإن شاءوا فسخوه لدفع الضرر عنهم. نعم. وقال عمر: لأن خروج ذوي الأحساب إلا من الأكفاء، ولأنه تصرف يتضرر به من لم يرضى به فلم يصح، فما لو زوجها وليها بغير رضاها. نعم. والثانية يصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج مولاه زيدا ابنة عمته زينب بنت جحش. هذه عدم كفاءة في النسب. زيد رضي الله عنه مولى، زيد مولى وابنة عمته قرشية، ومع هذا زوج النبي صلى الله عليه وسلم زيدا من زينب القرشية، فدل على جواز التزويج وإن اختلف النسب بينهما. وكذلك تزوج بلال من الشريفات، وتزوج غيره. نعم. لكن هذا يحمل على أنهم راضون بذلك، على أنهم راضون بذلك ولم يخالفوا، إنما الكلام إذا خالفوا حصل نزاع. نعم. نعم. وزوج ابنه أسامة فاطمة بنت قيس. ها؟ نعم. فاطمة بنت قيس وهي قرشية أيضا، وأسامة رضي الله عنه مولى، يعني ولد زيد. نعم. فدل على أنه لا يفترط الكفاءة في النسب. وقالت عائشة: إن أبا حذيفة تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه هندا بنت الوليد بن عتبة ابن ربيعة، أخرجه البخاري. سالم مولى أبي حذيفة مولى، وزوجه أبو حذيفة ابن عتبة بن ربيعة من ابنة أخيه، وهي قرشية أيضا. نعم. لكن إن لم ترضى المرأة أو لم يرضى بعض الأولياء ففيه روايتان: أحدهما العقد باطل لأن الكفاءة حقهم تصرف فيه، لأن الكفاءة حقهم تصرف فيه بغير رضاهم فلم يصح كتصرف الفضولي. والثانية يصح ولمن لم يرضى الفسخ. هذه الرواية هي الصحيحة أنه يصح، ولكن لابد من الإجازة، لابد من الإجازة من المرأة أو من عصبتها، إذا أجازوا ورضوا فلا مانع. نعم. والثانية يصح ولمن لم يرضى الفسخ. نعم. سواء كانوا متساويين في الدرجة أو متفاوتين، فيزوج الأقرب، فلو زوج الأب بغير الكفر فرضية الطيب كان يلحق في الفسخ، ولأنه ولي في حال يلحقه العار بفقد الكفاءة فملك الفسخ كالمتساويين. نعم. مسألة: والعار بعضهم لبعض الأكفاء، وسائر الناس بعضهم لبعض الأكفاء، لأن المقداد بن الأسود الكندي تزوج رباعة بنت الزبير عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج أبو بكر أخته للأشعث بن قيس. العرب بعضهم لبعض أكفاء، القبائل يعني، قبائل العرب بعضها لبعض أكفاء، سواء في قريش وغيرهم سوا في هذا، فالقبيلي يتزوج من قبيلة قريش ولو لم يكن من قريش، لأن الكندي تزوج ضباعة بنت الزبير القرشية بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو كندي وهي قرشية. نعم.
فالعرب يعني قبائل العرب بعضها لبعض أكفى، ليس فيها طبقات القرشية ومن بعدها القبيلة الفلانية ويجعلون القبائل درجات، لا كلهم عرب وكلهم قبلية، فلا فبعضهم لبعض أكفى. لكن العرب مع العجم هذا محل الخلاف، عرب مع العجم أو العرب مع الموالي. نعم. وزوج علي بن، والصحيح من هذا كله، الصحيح من هذا كله أنه إذا صح الدين واستقام الدين فإن العقد صحيح، ولكن يبقى حق الفسخ لمن لم يرضى دفعا للضرر. نعم. وزوج علي ابنته أم كلثوم عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، مع أن عمر من بني عدي وعلي من أشراف قريش، عمر من بني عدي وعلي ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم من أشراف قريش هاشمية، دل على أن التفاوت في القبلية لا يضر. نعم. مسألة، وليس العبد كفءا لحرة. نعم. وليس العبد كفءا لحرة، العبد يعني المملوك، مراد بالعبد المملوك، ليس كفءا للحرة، فلا يزوج العائل المملوك من حرة إلا برضاها ورضا أوليائها. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى الخيار لبريرة، أعطى الخيار لبريرة لما عتقت تحت مغيث وهو عبد مملوك، أعطاها الخيار، فدل على عدم الكفاءة بين الحرة والمملوك. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة حين عتقت تحت العبد. نعم، يعني المملوك، ما هو بالعبد اللي عند الناس الآن، الناس الآن اللي ما هو بقبل يقول هذا عبد، لا ما هو بعبد، ما هو بعبد، هذا حر، العبد هو المملوك خاصة. نعم. فإذا ثبت الخيار بالحرية الطارئة فبالسابقة أولى، ولأن فيه نقصا ولأن فيه نقصا في النصيب والاستمتاع والإنفاق. المملوك فيه نقص، ما في شك فيه نقص، لأنه ملك لسيده، يبيعه ويتصرف فيه وأيضا يشغله، ولا يحصل له يستمتع من المرأة، ولا يحصل للمرأة تستمتع منه، ففيه نقص من ناحية الاستمتاع ومن ناحية العشرة ومن ناحية النفقة، من نواحي كثيرة يكون على الحرة ضرر من تزوجها من مملوك، ولو كان من أدين الناس وأحسن الناس، لكن نظرا للحقوق الزوجية يعتريها نقص من ذلك. نعم. ويلحق به العار فأشبه عدم المنصب. نعم. وعنه ليست الحرية شرطا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريرة حين عتقت تحت عبد اختارت. ليست شرطا للصحة، ليست الحرية شرطا للصحة، وإنما هي شرط للزوم، فرق بين اللزوم وبين الصحة. العقد يصح ما دام أنه مسلم يصح العقد، لكن يكون لمن لم يرضى الخيار. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريرة حين عتقت تحت عبد فاختارت فرقته لو راجعتيه، قالت تأمرني يا رسول الله، قال لا إنما أنا شفيع، ومراجعتها له ابتداء نكاح عبد لحرة. كما سبق، المهم أنه كما سبق أنه شرطا للزوم ليس شرطا للصحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها، أعطاها الحرية في الاختيار، اختارت الفراق، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أشار عليها أن تراجعه وأن تبقى معه من باب المشورة لا من باب الإلزام، لأنه هو تأثر، اللي هو مغيث تأثر من فسخها منه، صار يتابعها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار عليها أن ترجع إليه رحمة به، ولكنها أصرت على الفراق، دل على أن لها الحق في هذا.
بتفاوت ما بينهما في الكفاءة. نعم. نعم. مسألة: والفاجر كفءا لعفيفة. الفاجر ليس كفءا للعفيفة، الفاجر يعني فاجر في عرضه والعياذ بالله، غير نزيه في عرضه، ليس كفءا للعفيفة في عرضها. قال تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ألا تزوج العفيفة من فاجر في عرضه. نعم. وقال الله سبحانه وتعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، هذا نفي من الله بين الفاسق والمؤمن، والمراد بالمؤمن كامل الإيمان، الفاسق أيضا مؤمن ولكنه ناقص الإيمان، فلا يستوي من هو ناقص الإيمان مع من هو كامل الإيمان، ليس كفئين ولا متساويين. نعم. ولأن الفاسق مردود الشهادة والرواية، نعم، غير مأمون على النفس والمال، مسلوب للآيات، نعم، ناقص عند الله سبحانه وعند خلقه، فلا يجوز أن يكون كفءا للعفيفة ولا مساويا لها. نعم. مسألة: ولا يجوز أن يزوجها وليها منه، لأنه لا يرضى في دينه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه، درجة الأولى الدين، إذا كان ناقصا في دينه لا يجوز للولي أن يزوجه من مؤمنة تقية، لأنه يفسد عليها دينها ويؤثر عليها. وكم حصل الآن من المشاكل بسبب تزويج النساء برجال غير صالحين، كم حصل من المشاكل وكم حصل من الأضرار على النساء ومن الشكاوى، أمر خطير جدا. نعم. مسألة: ومن أراد أن ينكح امرأة هو وليها فله أن يتزوجها من نفسه بإذنها. إذا كان ابن عمها مثلا، إذا كان ابن عمها وهو وليها، هو ابن عمها وهو وليها، فله أن يزوجها لنفسه لكن بإذنها ورضاها، فيعقد لنفسه، يتولى طرفي العقد، يقول: زوجت نفسي من مولية فلانة بنت فلان، يكون هو الولي وهو الزوج، يتولى طرفي العقد بحضور شاهدين لرضاها. نعم. لما روي عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال لأم حكيم ابنة قارف: أتجعلين أمرك لما روي عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال لأم حكيم ابنة قارف ابنة قارف نعم: أتجعلين أمرك إلي أمرك أتجعلين أمرك إلي؟ قالت: نعم. فقال: قد تزوجتك. هو وكيل عنها لتزويجها، فزوجها من نفسه، وهو عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة ومن السابقين الأولين إلى الإسلام، فدل على جواز أن الولي ولي المرأة إذا كان تصلح له أن يزوجها من نفسه برضاها إذا رضيت به. نعم. ولأنه صدر الإجابة من الولي والقبول من الأهل فصح. نعم. كما يزوج الرجل عبده الصغير من أمته، وعنه لا يجوز حتى يوكل غيره في أحد الطرفين، لما روي أن المغيرة بن شعبة أمر رجل يزوجه امرأة المغيرة أولى بها منه. نعم. وعنه لا يجوز حتى يوكل أبعد شوي على نعم وعنه لا يجوز حتى يوكل غيره في أحد الطرفين. نعم. لما روي أن المغيرة بن شعبة أمر رجلا يزوجه امرأة المغيرة أولى بها منه،
ولأنه وليها فجاز أن يتزوجها من وكيله كالإمام. الرواية الثانية: إذا كان ولياً لامرأة يصح أن يتزوجها، فإنه لا يزوجها من نفسها، وإنما يوكل غيره يزوجه إياها. كان هذا والله أعلم من باب الاستحسان، لأن يكون في العقد طرفان، وإلا فالمسألة جائزة بلا شك. نعم. مسألة: وإن زوج أمته عبده الصغير جاز أن يتولى طرفي العقد. المالك له أن يزوج مماليكه، لأنه ولي عليهم، قوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فإذا كان له عبد وله أمة فإنه يتولى طرفي العقد، فيزوج عبده من أمته، لأنه ولي على الطرفين، على الاثنين. نعم. ليرتكب كبيرة، لكن الكبيرة في العرض أشد، ليرتكب كبيرة: شرب خمر، سرقة، تناول مخدرات، كل هذا الفجور. الفجور هو ارتكاب الكبائر، قذف للمحصنات. نعم. لا يعم حتى الفسق في الدين ولو كان دون الكفر. نعم. الفسق المراد به الخروج عن طاعة الله. الفسق لغة الخروج، والمراد به شرعا الخروج من طاعة الله، قد يكون كفرا قد يكون دون ذلك. الفاسق على قسمين: كافر أو غير كافر. نعم. فضيلة الشيخ: إذا كان الشاهد في عقد النكاح مسبلا لإزاره، خالقا لحيته، شاربا للدخان، هل تصح شهادته أم لا؟ وإذا لم تصح فهل يعاد العقد من جديد؟ القاعدة أنه لا يشهد إلا عدل، والإسبال كبيرة من كبائر الذنوب. الإسبال إذا أصر عليه بعد معرفة حكمه يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، يعتبر فاسقا. أما شرب الدخان فهو معصية ولا يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، لكنه معصية ومحرم، إلا من ناحية إذا داوم على الصغيرة. يقول: إذا داوم على الصغيرة وأصر عليها صارت كبيرة، لكنه أقل. على كل حال هو أقل من الإسبال وأقل من شرب الخمر، وإن كان معصية ظاهرة. وعلى كل حال يعتبر الأمثل فالأمثل، يعتبر في كل زمان الأمثل فالأمثل. يعني يقولون أعدل الفاسقين إذا لم يوجد غيره يعتبر أحسنهم وأقلهم شر، وأما إن وجد من هو أحسن منه فإنه يختار غيره. نعم. إن وجد من هو أحسن منه من الأولياء فإنه يختار، أما إذا لم يوجد إلا هذا الفاسق هو وليها فإنه يكون وليا لها. الأمثل فالأمثل. نعم. فضيلة الشيخ: بيّنوا لنا الأمور التي لا تقبل فيها شهادة النساء، هل تقبل شهادتهن في الأمور الخاصة بالنساء وحدود الشهر وغير ذلك؟ لا، ما تقبل شهادتهن إلا في مسائل خاصة مثل الأموال، هذا بنص الآية الكريمة. ولا تقبل شهادة وحده، لا بد مع الرجال، فرجل وامرأتان. وكذلك شهادة المرضعة تقبل أيضا، لأن هذا من اختصاص النساء. كذلك تقبل شهادتهن في عيوب النساء التي لا يطلع عليها إلا النساء، تقبل شهادة النساء في ذلك. ما لا يطلع عليه إلا النساء تقبل شهادتهن فيه. نعم. فضيلة الشيخ: حضرت عقد زواج وقد تم العقد بحضور ولي والزوج، وكان في المجلس حضور كثير، ولم يختار المأمون الشاهدين من ضمن الحاضرين بل اكتفى بالحضور، فهل يصح هذا النكاح؟ نعم يصح، ما دام انه حصل الإجابة والقبول في مجلس
فيه حضور الكثير يكفي هذا، لكن إذا كان العقد يكتب ويوثق فلا بد أن يذكر فيه اسم الشاهدين. أما إذا كان العقد لا يكتب فلا مانع من ذلك، لأنه حصل الإعلان وحصلت الشهادة من الحضور. نعم. فضيلة الشيخ، قلنا إن القبائل العربية بعضهم لبعض، والسؤال أن هناك طبقات لا نستطيع التصرف بها كالقبيلي وغير القبيلي، فهل يجوز رد المتدين غير القبيلي لما يلحقنا من الكلام والهجر؟ وأرجو من فضيلتكم بيان تأويل قوله عليه السلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته تزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عظيم كبير. وفساد كبير. نعم، وكما قلنا إن المسلمين والحمد لله أنهم بعضهم لبعض أكفى، لكن من ناحية النسب إذا كان هذا قبيلي وهذا غير قبيلي فالعقد يصح، يصح، ولكن يبقى الخيار للمرأة إذا لم ترضى أو أحد أوليائها إذا لم يرضى له حق الفسخ، فهو عقد صحيح لكن مبني على الإجازة لأجل دفع الضرر والفتن. والحاصل أنه إذا حصل فتنة، حصل سوء تفاهم وقطيعة، فينبغي تجنب مثل هذه الأمور، لأن طلب الصلح والإصلاح بين الناس وطلب الوفاق والوئام ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فإذا كان تزويج غير القبيلي من القبيلية يترتب عليه مفاسد وفتن وشرور فتركه أحسن تجنبا لا نقول إن ما يصح، وليصح، لكن تركه أحسن تجنبا للفتنة. والنساء كثير ولله الحمد، النساء كثير تزوج ممن لا يحصل بزواجه منها فتنة. نعم. فضيلة الشيخ، هل إذا غاب الأب مثلاً غيبة بعيدة والابن موجود فهل للأب توكيل الأخ مثلاً؟ الأب يوكل من شاء، الأب يوكل من شاء حتى لو أجنبي، مهماً يوكل من شاء. نعم. فضيلة الشيخ، هل يكون للرافضي ولاية على من تحته إذا كانت سنية؟ فإذا كان لا فهل يكون ذلك لسائر أهل البدع الذي بدعته مكفرة ليس له ولاية على مسلمة؟ إذا كانت بدعته تقتضي الردة والكفر سواء كان رافضياً أو غيره لا يصح أن يتولى على مسلمة. أما إذا كانت بدعته لا تخرجه من الإسلام فله الولاية لأنه مسلم. نعم. فضيلة الشيخ، لو رضيت الحرة بالعبد قلتم صح النكاح، لكن ما حكم الأولاد؟ هل يصيرون في حكم أبيهم عبيدا أم بحكم أمهم؟ الولد يتبع في النسب يتبع أباه، الأولاد في النسب يتبعون أباهم، يتبعون أباهم، وفي الرق والحرية يتبعون أمهم، يتبعون أمهم، وفي الدين يتبعون خير الأبوين دينا. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.